وإنما منذ 3 سنوات إلى الآن خرجوا علينا باختراع جديد وهو الدولة اليهودية. دولة يهودية طبعا في الوقت الحاضر، دولة يهودية، دولة إسلامية، دولة داعشية، دولة كذا، يعني المناخ رائب جدا للانفجارات. فقلنا نحن لا نعترف بإسرائيل دولة يهودية، نحن نعترف بإسرائيل دولة إسرائيل. في 1.5 مليون عربي، وفي 500,000 روسي مسيحي ومسلم، مع انه احنا نقول شو حقهم يجوا على فلسطين. طبعا هناك اهداف لهذا الكلام، اهداف من جملتها ان 1.5 مليون عربي يصبحون في مهب الريح. انت مش يهودي شو هتسويهم؟ دولة يهودية وانت مش يهودي. كذلك يقفلون الأبواب أمام حق العودة. أولا نتنازل عن حق العودة. بالمناسبة أنا لاجئ، أنا لاجئ رئيس دولة فلسطين بس لاجئ. صفدي من صفدي.